ميرسي. هذه ضعفتي منين؟ من داري. هذه الذوق ديال مرتي، انا خارج الصباح تلبس واحد اللبسه وهي تقول لي اه نحسن داك، قلت لها والله ما نخسر لك ودرت لها خاطره ولبستها. كنظن انها حتى انا كتعجبني الصراحه، ولكن هي كيعجبها اكثر. غتكون البدايه ان شاء الله مع اول فيلم قصير اللي هو البهلوان او كلون، اللي مع الممثله الجميله منى صديقي وامين ناسور وبزاف ديال الممثلين اللي عاونوني. ان شاء الله كبدايه نتمنى ان هو في في, 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 في الاخير ان شاء الله راه قرب يوجد، ونتمنى غادي يزوج ميراج طنجة، ونتمنى لنا الاعجاب. اذا وفقت فلدي اجران، واذا لم اوفق فلدي اجر واحد واجر المحاوله ان شاء الله. وهي غنكونوا صريحين، الحل ديال الميدان في 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 المغرب، انا ما كرهتش نبقى كممثل وانا كنكبر والتجربه ديالي وانا كنضج وانا كنختار بالمفهوم الحقيقي ديالها، لان الممثل كل ما كيزيد يلعب اعمال بزاف كتولي عنده تجربه وكتولي عنده حنكه وكيولي يفهم الميدان بزاف. كنتمنى انني مع الوقت يكثروا الاعمال ونبدا اللي كيف ما هو معمول به في جميع الدول اللي عندها الاولويه للانتاج السينمائي، ولكن للاسف حنا كنكبروا والادوار كتقلال، ولكن راه ماشي هو هذا السبب، لان دائما عندي طموح ودائما كنقول كنظر الى الغد الافضل. اذا بقيتي كممثل ما كدير والو كيسميوك ممثل فاشل، الا جلستي في القهاوي كيسميوك ممثل ما عنده ما يدار كيهضر في عباد الله، الا نتي خدمتي كيسميوك متطفل. دابا فين فين غنكون؟ انا كنفضل انني يسميوني متطفل ولكن نون خدم. انا بالنسبه لي غير لو فيت انه سيليكسيونا من بين 50 ولا 51، هذا بالنسبه لي كانت عندي فرحه خاصه جدا وثق بيا بحال انني خديت جائزه. ربما كانت اول نقطه ضوء او بصيص من النور شفتو في المسار ديالي هو الاختيار ديالو في ميراج طنجة. اكيد انني عمري ما سمعت، ما هضرنا مباشره وما عمري ما سمعت منه داك المدح الشخصي المتواضع. تفاجات بصراحه، تفاجات وشحال زوين، شحال زوين تسمع من شي واحد قريب لك يقول لك انا كنبغيك بطريقته بطبيعه الحال. ولذلك انا تنقول دائما بعد الله سبحانه وتعالى، الا كانت شي حاجه فيها انا اكيد غادي تكون انت عندك يد كبيره فيها. كنعرف على انك انسان ربما باقي للتاريخ غادي تتذكر، ونقول لك واحد الحاجه اكثر من ذلك غادي تدرس، لانك بصح انسان حقيقي، انسان اللي كيبغي هذا الميدان بكل جوارح ديالو، انسان اللي كيخدم بالليل وبالنهار. لذلك تنقول له الله لا يخطيك علينا كاسره، يعني كاخ وكاخوان. انا ما عنديش الوقت كاع نفكر في هذا الشيء، انا بعد الله سبحانه وتعالى اسره ديال الوالدين ديالي، الاسره الصغيره والعمل، فين غنفكر فين غادي نزيد؟ عندي ثلاثه العيالات في الدار، ماما هم ملك وزينه وملك، واش كتظني باقي عندي؟ انا تقاديت ما عنديش نزيد. لم يمكن تقبل اي حاجه الا انها تسمع شي حاجه خايبه عليا وعلى رشيد، وكتالم بزاف وكتبكي. انا ما كيضرنيش لانني فاهم نهار اللي درت هذا الميدان قلت غادي نقدر نعجب واحد 80 الناس، نقدر ما نعجبش واحد 80 الناس، واحد 10 الناس ما يشوفونيش، واحد 5 الناس يقولوا ما بيش، واحد الناس يقدروا يبغوني. انا خديتها هذه معادله، لذلك مي كندير شي عمل في التعليقات ديال الناس الا قريتهم، مع انني ما كنضيعش وقتي وما كنقراش هذاك الشيء، الا قريتهم ما كيزعجنيش، مي هي كيأثر عليها لواحد الدرجه وكيخلعني هذا الشيء هذا بزاف. لان في احد المرات كنت درت واحد الحوار وداك الحوار تحرف، ولاحظت الكم الهائل من السب والشتم الشخصي والعائلتي والوالديه، غريب جدا. وليلة كلها وهي كتبكي وكتألم، وانا ليلة كلها وكنحاول نفهمها، عرفت كنقول واو عندي المرأة سونسيبل وانا مخبريش. هنا من خلال سلطانة تقول يا سلطانتي ما تقلقيش، هذا الشيء عادي ومعمول به في العالم، ماشي غير عندي انا ولا في المغرب.
حيت انا في مجله السلطانه والسلطانه كيرمز للسلطانه الشموخ ديال المراه والعظمه ديالها، وراء كل رجل ناجح امراه عظيمه او سلطانه عظيمه، فاكيد ان سلطانتي هي انسانه احبتني بكل صدق، احبتني كما انا في اول بدايتي، امنت بي لولاها لما كنت، لان اول جمهوري، اول الناس كيمسوا الغضب ديالي، اول من الناس كيحسوا بالنجاح ديالي، اول الناس كيبغوني كيف ما انا. لذلك سلطانتي شي حاجه مهمه في حياتي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.